هذه المسائية من الميادين ونناقش فيها. هرتزوغ في الإمارات عابرا أجواء السعودية، شراكة أمنية وتحريض ضد المقاومة، هل تفرض المتغيرات على حلف الحرب إعادة ترتيب أوراقه؟ من اليمن إلى لبنان ومن فلسطين إلى سوريا والعراق، حلف الحرب يصعد العدوان وينوع الأدوات، أي رسائل تفرض تحريك الساحات؟ هجوم التطبيع يتزامن مع استمرار الانقسام الفلسطيني، الشعبية تقاطع اجتماع المجلس المركزي، والجزائر ترهن تحركها بجدية الأطراف المعنية، هل تدفع القضية ثمن خلافات أبنائها؟ مرحبا بكم. قاع تطبيعي جديد حفرته زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ إلى أبو ظبي، في الشكل والمضمون والتوقيت حملت الزيارة رسائل ودلالات عبر الأجواء السعودية ومن فوق الرياض تحديدا. وصل هرتزوغ إلى أبو ظبي حيث حظي باستقبال حار وباجتماعات وصفها بالدافئة، هذا في الشكل. أما في المضمون فاختصره الزائر بإعلانه الدعم الكامل لما وصفه بالمتطلبات الأمنية للإمارات، فيما أكد بن زايد أن تل أبيب وأبو ظبي يجمعهما فهم مشترك بمواجهة القوى الإرهابية بحسب تعبيره. أما في التوقيت فلا يقل حساسية بحسابات الإقليم، ففي اليمن تحول استراتيجي انكشف معه العمق الإماراتي وبدأت تبعاته تترجم على الأرض من مأرب إلى شبوة. وفي لبنان ضغط متزايد وتظهير اصطفافات سياسية حادة تخدم سياسة مواجهة المقاومة على أعتاب الانتخابات. وفي سوريا والعراق تحريك أمريكي مفاجئ لداعش ووصل خطوط يفترض أنها انقطعت في جسد التنظيم المفكك. أما في فلسطين فاعتداءات الاحتلال الممنهجة تتخذ أبعادا أكثر خطورة مع استمرار الشرخ الفلسطيني. وفي الإقليم أيضا تترقب المنطقة نتائج مخاض فيينا وما سيترتب عليه على أكثر من مستوى. مشاهدينا، إذن هذه عناوين ومحاور مسائية نفصلها ونناقشها مع ضيوفنا. معنا من قطاع غزة المحاصر الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وسام أبو شمالة. من رام الله ينضم إلينا رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد المصري. وهنا في الاستوديو ينضم إلينا منسق شبكة قادرون معا للإعلام البديل السيد وليد محمد علي. مرحبا بضيوفنا، شكرا لانضمامكم إلينا في المسائية. اسمحوا لنا قبل أن نعقد دائرة نقاشها أن نبدأ بهذا التقرير. إذن توقيت حساس لزيارة هرتزوغ إلى الإمارات، زيارة ترتبط بملفات عديدة في المنطقة على صلة بالمقاومة، وتأتي في ظل تصعيد ممنهج من تحالف الحرب، مضافا إليه علاقة تفضلها الرياض في السر حالية مع تل أبيب. محمد بو عبد الله. محلقا في الأجواء السعودية يصل رئيس الاحتلال إلى أبو ظبي مكرسا بذلك خطا من الترابط ولو في السر بعضه لاعتبارات تتعلق بحسابات في الرياض مع إسقاط المحظورات تدريجيا، ذاك ما يبديه الإعلام الإسرائيلي، ومنه رخصة بيجاسوس للسعوديين والاستعداد لدعم تحالفهم ضد اليمن. وفي استقبال بن زايد لضيفه الإسرائيلي تبادل الجانبان الحرص على تأكيد ذاك الترابط، حيث الحرب على اليمن مصلحة مشتركة. أشترك على موقفك وموقف دولة إسرائيل تجاه الاعتداءات الإرهابية الأخيرة على منشآت مدنية في دولة الإمارات. ندعم بالكامل متطلباتكم الأمنية وندين بكافة الأشكال والخطاب أي هجوم على سيادتكم تشنه الجماعات الإرهابية. في العلن يأتي الدعم الآن، ولطالما أكدت صنعاء أن إسرائيل شريك لحلف العدوان في حربه على اليمن، حيث مشروع تل أبيب تأمين المضائق وبسط النفوذ. وأما الزيارة فتوقيتها مرتبط بعبث هذا التحالف مضاف إليه إسرائيل بأمن المنطقة، حيث الرؤية مع الإسرائيليين مشتركة كما أكد بن زايد نفسه. ثمة ترابط وثيق إذن بين مسارات التصعيد سواء في لبنان أو في باقي جغرافية المقاومة، ولا سيما العراق وسوريا واليمن. وليس صدفة أن تأتي الزيارة في ظل التحريض ضد حزب الله، حيث ورقة الشروط الخليجية لم تخل من بند لطالما كان إسرائيليا ولا يزال، هو نزع سلاح المقاومة، كما لا ينفك الشق المتعلق باليمن وغيره
عن أدوات التأليب ضد الحزب. وسبق زيارة هرتسوغ تصعيد عسكري في اليمن بضرب أهداف مدنية وبنى تحتية، وهو ما ترى فيه صنعاء مشاركة إسرائيلية وأمريكية، وذاك أمر غير مستبعد قياسا إلى تصريحات الإسرائيليين سواء قبل التصعيد أو بعده، حيث يهرعون لعرض الدعم الكامل ويبدون القلق من الردود اليمنية. واللافت في التوقيت أيضا عودة تنظيم داعش للعبث بأمن العراق وسوريا، وهو ما أصبح واضحا ارتباطه بالمشروع الأمريكي وبأجندته في المنطقة. من جديد أهلا بضيوفنا، أبدأ وإياك سيد وليد محمد علي. هذه أول زيارة منذ النكبة لرئيس إسرائيلي لدولة خليجية، وأريد أن تقدم على أنها لحظة تاريخية فارقة ليس فقط على مستوى الصراع العربي الإسرائيلي، يعني كما يعني ما زلنا مصرين على التسمية، وإنما حتى في تحولات المنطقة. ما الذي حملته هذه الزيارة إن كان على مستوى الشكل استقبال الحافل، مستوى اللقاءات يعني ولي عهد أبو ظبي وحاكم دبي، وفي التوقيت ما تعيشه الإمارات حاليا؟ نعم، أولا هذا يحمل أنه نحن لسنا أمام ما كان يطلق عليه البعض تطبيع، فالتطبيع شيء آخر، ولا حتى ما كنا نقوله في البداية أنه تتبيع لهؤلاء للقيادة الصهيونية عبر وجودهم في القيادة الأمريكية الوسطى بإشراف الصهيوني. الأمر اللي أصبح واضحا أن هؤلاء فعلا أصبحوا صهاينة جدد، تصهينوا بالأفكار وبالمواقف، وأصبحوا في خدمة المشروع الصهيوني، لأن الصهيوني لا يقبل لأحد أن يوازيه أو يساويه ويصير مثل الصهيوني، هو يحتاجه أو يريده أو يرغبه كتابع وخادم لمشروعه. إذا نحن أمام وجود ناس وضعت نفسها في خدمة المشروع الصهيوني ضمن إطار تبعية أمنية وليس تحالف أمني. هناك تبعية أمنية لهؤلاء وضعوا أنفسهم كقواعد ممكن أن تكون متقدمة لأي خطوة صهيونية سابقة، لكن للأسف الشديد هم متوهمون، لأن هذا الكيان الذي تراجع لدرجة أنه يحيط نفسه بالأسوار وبالحوائط العازلة، أنه بات عاجزا أمام الشباب الفلسطيني سواء في القدس أو في نابلس أو في بيته أو في غيرها من المناطق، هذا الكيان الذي عجز عن فرض الأسرى على من احتلهم وفرض سيطرته عليهم منذ 70 عاما غير قادر أن يقدم الحماية لهؤلاء، يوهمهم أنه يمتلك ما يحميهم من الطائرات المسيرة ومن الصواريخ. هل هو قادر يحمي نفسه من صواريخ قطاع غزة الذي يعاني ما يعاني؟ إذا عجز عن حماية نفسه من صواريخ قطاع غزة، فهل يستطيع أن يحمي هؤلاء في مواجهة أي صراع ممكن أن يحدث ويجلبه لأنفسهم بتبعيتهم لهذا الكيان؟ لكن إذا أردنا أن نعطي عنوانا ورسائل في غير مكان، يمكن يعني أطلب منك لطفا أن تعنونها. هي أن الإمارات بهذه الخطوة تضع نفسها في خدمة المشروع الصهيوني طمعا منها في أن يحميها، يقدم لها حماية مما جنته نفسها على نفسها في موقفها في اليمن. طب بالانتقال إليك سيد وسام أبو شمالة، ما يقوله السيد وليد محمد علي بأنه إسرائيل لا تخدم إلا مصالح إسرائيل، واليوم نحن يعني نشاهد هذه الزيارة والتي تحمل كثير من الدلالات أريد إرسالها من خلال حتى الاستقبال وحفاوة الاستقبال وما إلى ذلك والتصريحات التي خرجت من الجانبين الإماراتي والإسرائيلي، لكن قبل نحو شهر كان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت في أيضا زيارة إلى الإمارات، وقبلها أيضا مسؤولون على مستوى رفيع، واليوم الرئيس الإسرائيلي. ما سر هذه الزيارات المتتالية أو التقاطر الإسرائيلي إلى الإمارات؟ ما هي الغاية المنشودة؟ يعني أهداف العدو الإسرائيلي مفهومة، مفهومة، هو يسعى لأي عنصر يعزز من شرعيته في المنطقة. موضوع التطبيع ما يسمى باتفاقية أبراهام، وبالتأكيد يسعى من خلالها لبث وبسط نفوذه في المنطقة، وبالتالي تعزيز شرعيته باعتبار أنه أصبح كيان طبيعي موجود في المنطقة العربية وعلى المجتمع العربي والأنظمة العربية أن تتعامل معه على هذا الأساس. وبالتالي هذا هو الاختراق الكبير الاستراتيجي اللي ما فات الاحتلال
يسعى له منذ نشأته، بحيث أنه كل المنظومة العربية والإسلامية تصل إلى درجة ما يطلق عليه بالتيئيس، بمعنى أنه هناك حالة يأس من مواجهة الاحتلال، هناك تسليم بما يسمى بالأمر الواقع، بأنه هذه الدولة أصبحت أمر واقع ويجب أن يعني ننسج معها خيوط علاقة، وبالتالي نبحث عن عوامل تجمع، عوامل تهديد. كيف تفيد اللحظة الحالية بذلك، يعني عوامل التهديد في انكشاف إماراتي الآن ما بعد عمليتي إعصار اليمن 1 و2، في محاولة استثمار للحظة التوقيت، لحظة الضعف إن صح التعبير الإماراتية أمنيا لتمرين ما تفضل بطرحه؟ الآن ما ذكرته من حيث التأصيل العام، بمعنى أنه هذا هو هدف الاحتلال، لكن هناك لحظات مهمة تمر بها المنطقة تتعلق ابتداء في البعد الاستراتيجي، حالة من نوع من الانسحاب الأمريكي من منطقة الشرق الأوسط والاهتمام بشكل أكبر بالتهديدين الصيني والروسي، وهناك انسحاب من أفغانستان ترك هذه الأنظمة اللي كانت تعتبر أن هناك جدار حماية من الولايات المتحدة الأمريكية لها على مدار التاريخ ومنذ نشأتها، تعتقد أن هذا الجدار بدأ يتراجع، وبالتالي هي الآن بدأت تتلحف أو تبحث عن حلفاء حتى لو كانوا من أعداء الأمة أو العدو الوحيد للأمة وهو العدو الإسرائيلي. في هذا الإطار هناك تصعيد في موضوع تثبيت أن إيران مثلا هي العدو للإمارات وإسرائيل عدوها أيضا إيران، وبالتالي تلتقي مصالح الإمارات وبعض الدول في المنطقة مع مصالح إسرائيل، هكذا يظن أنه والله هناك مصلحة مشتركة اتجاه التهديد أو ما يسمى يعني بالتهديد الإيراني. الآن إسرائيل ماذا تسعى؟ إسرائيل تسعى أن تثبت نفسها كنوع من الحليف لهذه الأنظمة، وهي التي تحافظ على استقرار المنطقة بعد أن إلى حد ما تتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن اهتمامها بهذا المحدد العام. على الصعيد الميداني لا شك أنه إطلاق الصواريخ مؤخرا، الصواريخ اليمنية من جماعة أنصار الله على دولة الإمارات ومدينة أبو ظبي، لا شك أنه ترك تهديد واضح قرأته إسرائيل بشكل كبير، بمعنى أنه من يستطيع أن يضرب ما يزيد عن 140 ألف كيلو متر مربع يستطيع أن يضرب مدينة إيلات في فلسطين المحتلة. إذن هناك تهديد مشترك، الإمارات تريد من العدو الإسرائيلي أن تزودها بمنظومات دفاعية تواجه الطائرات المسيرة، وهذا في أخذ ورد سيد أبو شمالة حول حقيقة أنه الإمارات يمكن أن تقدم مثل هكذا منظومات، لأنه في حديث عن تحفظ لتقديم يعني مقلع داود أو حتى القبة الحديدية، في أزمة ثقة خصوصا حول الأسرار وبين توصل إلى إيران واليمن وغيرها فيما قدم أيضا فيما تم تناوله في وسائل الإعلام الإسرائيلية. سأعود لهذه النقطة، لأنه في عملية الاستثمار كما أشرنا في التوقيت أو محاولة تسعير حلف حرب وتوحيد العدو إن صح التعبير خصوصا في موقع الإمارات، لأن في علاقة يفترض أنه تحاول الإمارات أن تكون متوازنة مع إيران. لكن اسمح لي وأنا أنتقل لنشرك معنا سيد محمد المصري. سيد المصري مرحبا بكم من جديد. الرئيس الإسرائيلي هو منصب شرفي يعني كما يقدم في التوصيف أو الترتيب والاعتبار الإسرائيلي، لكن أريد إطلاق من هذه الزيارة رسائل عديدة في غير مكان في توقيت على غير مستوى فلسطينيا عربيا إقليميا وربما أوسع من ذلك دوليا، لكن هذا في الصورة، وفي الصورة الأهم أن الطائرة الإسرائيلية التي أوصلت الرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات حلقت فولق المملكة العربية السعودية وتحديدا الرياض، ووزع الفيديو من مكتب الرئاسة عندما انتقل الرئيس الإسرائيلي إلى قمرة القيادة، كابتن الطيارة قال لحظة تاريخية، وعبر الرئيس الإسرائيلي بأنه يشعر أنه لحظة مثيرة جدا. في الصورة في الدلالات أن تمر هذه الطائرة في الأجواء السعودية، كيف تعلقون عليها؟ مساء الخير لك ولضيوفك الكرام، أولا شكرا على الاستضافة. أهلا بك. أنا أعتقد أنه اللحظة التاريخية بالنسبة للرئيس الإسرائيلي أنا صحيح، ولكن نقطة حزن ونقطة سوداء بالنسبة لنا كفلسطينيين.
تمر الطائرة في الأجواء العربية وتهبط في مطار أبو ظبي، وبالتالي كان هناك في ردود فعل فلسطيني إن كان بالشارع أو على مستوى الفصائل إنه لن ترحب في هذه الزيارة، واعتبرتها جزء من يعني العناق الغير ودي ما بين دولة الاحتلال ودولة الإمارات، وبالتالي كان موقف الفلسطينيين رسميا وعلى صعيد الفصائل سابقا أدانت عملية التطبيع مع دولة الاحتلال، لكن هذه الزيارة بالتحديد جاءت في اللحظات التي يتنكر فيها الاحتلال للشعب الفلسطيني ولقيادة الشعب الفلسطيني ويرفض بدء حوار سياسي، أي حوار سياسي، وقيادة الاحتلال تقول لا لدولة فلسطينية ولا أي حوار سياسي حتى مع القيادة الفلسطينية، ويبث بالفيديو رئيس دولة الاحتلال من أجواء العربية ويقول أن أحمل بشرة سلام للشعوب العربية والمدد للسلام، يعني شيء مضحك مبكي في نفس الوقت، وأنا أعتقد أن هذه الزيارة لن تضيف شيئا كبيرا بالنسبة للإمارات. ماذا ستقدم دولة الاحتلال للإمارات بالتحديد وهي تطور أصلا تكنولوجيا الإمارات وليس محتاجة للتكنولوجيا الإسرائيلية؟ والمعلومات الإسرائيلية والصحافة اليوم كانت تتحدث بشكل واضح بأن دولة الاحتلال ترفض أن تمد الإمارات العربية بالقبة الحديدية أو حتى بالتكنولوجيا التي تتحدث عنها. إسرائيل تحاول استغلال أولا التكنولوجيا المتقدمة لديها لبث وإعطائها لبعض الدول العربية أو غير العربية، وبنفس الوقت هي فرصة سانحة بالنسبة لها تحاول أن تشرع نفسها من خلال علاقات، وهي تعيش في أزمة داخلية، أزمة على صعيد الجبهة الداخلية، ويمكن الجميع فينا تابع التقارير المجلس الأمن القومي الإسرائيلي ما تحدث عن الجبهات الثلاثة وأهم الجبهة الداخلية وما تشعر فيها من قلق داخلي، وانه هناك الوضع الفلسطيني متفجر بالضفه الفلسطينيه، والتهديدات الخارجيه من الجبهات الثلاثه موجوده حتى الان وما فيها ايران. انا بعتقد هذه الازمه ازمه دوله الاحتلال لا تستطيع ان تقدم الدعم لدوله الامارات العربيه لا في ازمتها الحاليه ولا في ازمتها المستقبليه، وكما قال اخوي الاخ محمد علي وانا اتفق معه، ان دوله الاحتلال لا تستطيع ان تحمي نفسها من صواريخ الفرسان الفلسطينيه، فكيف ان تحمي الاخرين؟ وبالتالي لا تستطيع ان تقدم اي شيء لدولة الإمارات أو غير دولة الإمارات. لذلك نقول للإخوة في الإمارات يعني ارجعوا عن هذه الخطوة، لن تستفيدوا كثيرا، هناك من قبل سبقكم ولم يستفيد كثيرا من دولة الاحتلال، دولة الاحتلال تبحث عن مصالحها ومصلحتها أن تبقي شعلة الحرب والاحتراب في دولة في المنطقة الخليج مستمرة، هذه فرصة لدولة الاحتلال. أنت تشير لنقطة مهمة سيد المصري، في ضرر سيطال الإمارات مستقبلا فيما تشير في هذه النقطة المهمة، وبالتالي هل نرى توحيدا في المسارات؟ لانه ليس امرا عابرا انه تمر يعني طائره الرئيس الاسرائيلي من فوق المملكه الاجواء صحيح. المملكه العربيه السعوديه، هل اذا اردنا ان ناخذ خلاصات في المعنى السياسي او حتى على مستوى تشبيك التحالفات وتوحيد المسارات، هل ترسل الرياض اي من الرسائل يمكن استخلاصها واياك سيد المصري؟ انا لا استطيع الغوص بهذا الموضوع السياسي بالتحديد، بقدر ما اقول بانه هذه المسيره الطيران الذي استمرت من تل ابيب مرت في دول عربيه عديده لم تخدم هذه الدول ولم تقدم لهم خطوه للامام، بالعكس ستكون هناك ردود الفعل سلبيه اكثر، وبالتالي هناك تساؤل في الشارع العربي بشكل عام انه لمصلحه من تقوم هذه العلاقه دوله الاحتلال مع دوله الامارات والدول الاخرى التي تحاول ان تقترب من دوله بس الاحتلال. بس ما قلت لي سيد المصري ليش لا تستطيع التغوص في المسار السياسي لهذا الحد؟ لا، لسبب اقول بانه الزياره هي انت قلت في التقرير كمان اشار التقرير انه علاقات غير معلنه، بالتالي هذه الاشارات السياسيه تبقى اشارات، ونقول بانه الموقف السعودي المعلن تقول انه مع القضيه الفلسطينيه طيب. وبالتالي مع دوله فلسطينيه، انا بقول بهذا الموضوع بالتحديد لا، دوله الاحتلال نعم سجلت موقف ودخلت بالشرخ العربي، وهذا الموقف إعلامي سياسي مش أكثر من ذلك، ولكن لا تستطيع أن تقدم لا لدول الخليج ولا لدول الخليج أي دعم. ظلت يعني أبو ظبي تستقبل الرياضيين وتطبيع ثقافي ورياضي، حتى شفنا بنت وهيرتزوك في الإمارات وتم توقيع يعني اتفاقات أبراهام، حتى نتنبه يعني خصوصا عندما تحدث عن اكثر من ذلك، ولكن لن تقدم دوله الاحتلال لهذه الدول اي شيء. طيب على مستوى الامر في التوقيت الاقليمي سيد وليد محمد علي، يقول ولي عهد ابو ظبي بانه يعني موقف اسرائيل يمثل الرؤيه المشتركه بين البلدين لمصادر التهديد في المنطقه، ذلك عطفا على ما قاله الرئيس الاسرائيلي لرويترز بانه يعني في ادان لكل الاعتداءات على سياده الامارات من قبل ما وصفها بالجماعات الارهابيه، وهدف هذه الزيارة الوصول إلى سبل تحقيق الأمن الكامل للذين يسعون للسلام في المنطقة. ما تفسير ذلك؟
ما هو التهديد المشترك هنا؟ ما موقع الموقف من إيران من ذلك؟ تحدث هنا إماراتيا، إسرائيل واضحة. أولا أنا بدي أقول أنه هذا أحيانا بعض التعابير وما يضخوه بالإعلام يراد فيه تغطية على جوهر ما يريد. أن يأتي الرئيس الإسرائيلي ليقول نحن النموذج الأفضل والنموذج الذي يجب أن يحتذى للإماراتيين، هذا يعني أنه يريدهم أن يوافقوا على ما يريد وما يرى. هذا الكيان الذي قائم على الابتزاز، هذا الكيان حتى الولايات المتحدة الأمريكية هو قائم على علاقة ابتزازية معها، وهو يتجسس عليها. قصة بولارد معروفة لذلك بالذاكرة حية. ما سيقدمه هذا الكيان للإمارات هو مجرد وعود معسولة، وحتى هذه الوعود فيها تحفظات. هو يتحدث عن منظومة أمنية أثبتت فشلها، القبة الحديدية ومقلاع داود وإلى آخره، ويتحفظ في تقديمه لها لكي يبتزهم أكثر. ما تريد الإمارات من هذا الكيان لا شيء، هي تريد أن تكسب رضا الولايات المتحدة. الولايات المتحدة بوضوح قالت لهؤلاء الأعراب أنني أنا وأنا أنسحب، لا خيار لكم لتحفظوا أمنكم إلا أن تتبعوا هذا الكيان. هذا الكيان هو الذي يمكن أن يساعدكم في الحماية. أنا تارك المنطقة لأسباب جيو استراتيجية. طبعا لن تترك المنطقة بالمعنى الشامل كي لا يسجلها علي أحد، لكنه يعيد انتشاره فيها، يعيد ترتيب أوراقه فيها، وتحديد موازين القوى بالنسبة للأطراف. لكن هل يمكن سيد وليد أن يكون هناك إمساك بالعصا من المنتصف إماراتيا؟ بمعنى الآن لحظة يعني التوقيت أو ظروف الإقليم لا تسمح برفاهية ما كان سابقا. إطلاقا كيف ستتعامل إذن؟ الإمارات ستدفع ثمنا كبيرا في حال أصرت على استمرار نهجها. إمارات دولة قامت على الخدمات، قامت على الاستقرار وكسب المستثمرين، قامت على مباني من زجاج. أي ضربة بسيطة للإمارات ستعيد الإمارات عشرات السنوات دون أن تحصل على شيء. يعني الإمارات ستخسر الكثير مقابل لا شيء يقدمه لها هذا الكيان. ما موقع السعودية ولو بجملة هنا انطلاقا من تحليق طائرة؟ السعودية أنا رأيي هي التي رعت هذا التطبيع، ما يسمى التطبيع. أنا بتذكر قبل سنوات، قبل نحو يمكن 6 سنوات أو 7 سنوات، كنت على شاشتكم في نهاية العام، كان معي ضيف من السعودية اسمه أنور عشقي، قلت له أنتم من تقودوا بهذه الخطوات سياسة التطبيع بالمنطقة، سياسة الارتماء في أحضان المشروع الصهيوني، هم الذين ابتدأوا هذا الخط وهم الذين يحموا أنصار هذا الخط. لا تجرؤ البحرين أعتقد ولا الإمارات أن تقدم على هذه الخطوات لو فيش غطاء من طيب. من النظام السعودي. ما رأيك بذلك السيد أبو شمالة؟ وإلى أي حد النقطة التي أشار إليها أيضا السيد وليد محمد علي، وأشرت في جانب أيضا مما تفضلت في مداخلاتك الأولى لها، هو توقيت أيضا اتفاقيات فيينا وحجم الحضور وإعادة ترتيب يعني أولويات الولايات المتحدة الأمريكية وموقع منطقة الشرق الأوسط من هذه الأولويات. إسرائيل تتلمس ربما لحظة تراخي أمريكي باتجاه المنطقة ويعني الاهتمام أكثر بمفاوضات فيينا. هل نحن أمام محاولة لتعزيز الموقف الأمريكي في المنطقة إسرائيليا، أو شغل ذلك الفراغ بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية بحثا عن توطيد أو تسعير حلف الحرب في المنطقة؟ لا شك انه كل يعني في العموم الامور مرتبطه وليست بعيده عن بعضها وليست منفصله، بمعنى انه اذا ارادت الولايات المتحده الامريكيه ان تعزز شروطها على طاوله مفاوضات فيينا فبالتاكيد ستترك رسائل عبر حلفائها في المنطقه. لكن في المحصله اذا استطعنا ان نشخص الحاله الاماراتيه او بعض الانظمه ومنها ايضا حتى السعوديه، هناك نوع من التخبط في السياسه الخارجيه، بمعنى انه هناك نوع من الالتماس للتراجع الامريكي في المنطقه واخذوا الابره من انسحاب من افغانستان.
الآن هذا التراجع هم أمام خيارين أو أمام مسارين، إما مزيد من التقارب من الدول الإقليمية المحيطة وبالتحديد دولة إيران ودولة تركيا، أو الابتعاد بشكل كبير عن هذه المنظومة الإسلامية والتوجه نحو إسرائيل. خياران متناقضان. وكان هناك زيارات من يعني الساسة الإماراتيين لإيران ومحاولة التفاهم، لكن تفاهم على قاعدة ماذا؟ أنا أعتقد أن هذا التفاهم لم يكن على قاعدة أنه هناك نوع من التسليم بحقيقة أنه أمريكا وإسرائيل في تراجع على مستوى الهيمنة، على مستوى القوة، على مستوى التأثير. نموذج دولة الاحتلال في فلسطين واضح أن هناك تراجع، مقاومة فلسطينية تتعزز، محور مقاومة يتعزز، الجبهة الداخلية الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي ومعيار الثقة ومؤسسات ما يسمى بالدولة الإسرائيلية وبالتحديد الجيش تتراجع بشكل كبير. يعني في لحظة من التراجع الصهيوني على كل المستويات تجد دول أخرى، وهذا أمر مؤسف حقيقة، لأنه هناك في سوء في تقدير الموقف السياسي، أم أنه في ارتباط وجودي يعني بمشروع، وبالتالي هذا يدفع إلى أن نرى قوات متقدمة في إبراز التحالف مع إسرائيل ضمن مشروع الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وهذا يفسر أيضا تسعير الساحات، يعني لبنان عنوان، في العراق وسوريا موضوع تنظيم داعش، وحتى باتجاه اليمن وما إلى ذلك بجملة. سيد أبو شمالة، نعم حقيقة أنه الموقف أحيانا يكاد يكون غير مفهوم إلا في حالة واحدة، أنا أفسره أن هناك نوع من التخبط، لا يستطيع التوجه إلى البعد الاستراتيجي في المنطقة، خيارات المنطقة الاستراتيجية للتخلص من هذا الاحتلال، وفي نفس الوقت التقارب مع أطراف أخرى ممكن أن تتوتر معها الحالة إلى مرحلة الصراع. هذا التخبط في المحصلة لن تستفيد منه دول الخليج وبالتحديد السعوديه والامارات، وبالعكس اي محاوله تسعير والتلويح بالحرب والاستعانه بكيانات خاسره مثل اسرائيل ومشاريع آيلة للسقوط في اي لحظه تراجع بشكل مستمر، اعتقد هذا التسعير في المحصله سيعود بالكارثه على هذه الدول. انا اعتقد هذه الدول لا تحتمل مزيد من الصراع المسلح، مزيد من القصف، مزيد من الصواريخ. هذه طيب. الدول قائمة على الموضوع الاستثماري، الموضوع السياحي، لكن يفترض أن نرصد سيد أبو شمالة حتى نذهب بهذه النقطة ونغلق هذا الجانب من الحوار أو هذه الزاوية مع السيد محمد المصري، يعني ما هي التبعات؟ خلينا نسمع السيد المصري بالبداية سيد، ولا بيصير في تحيز لا بعدين بس قبل ما طيب سيد المصري حتى نكسب يعني أيضا الزاوية في هذه الزاوية، تبعات مثل هكذا التقارب أو توسيع التقارب على مستوى حقيقة دور وطبيعة الدور الإسرائيلي في المنطقة، تعليقك على هذه النقطة. بس أنا حاب ست رامي يعني أنا أقول شغلي بأنه دولة الاحتلال تعاني الآن من أزمة داخلية، هذه الأزمة المتمثلة في نظرية الأمن الإسرائيلي التي قامت تاريخ من تاريخ نشأة الدولة العبرية حتى الآن، وهو يعني خوض حروب على أراضي الغير، وبنفس الوقت أيضا أنه لديها قوة وجيش قوي جدا جدا. اليوم إسرائيل لا تستطيع أن تخوض حرب مع أي قوة حتى محلية، بمعنى ذلك في غزة أو في لبنان أو في سوريا، وبالتالي أنا لا أعتقد دولة الاحتلال قادرة أن تقدم دعم لأي دولة عربية، وحتى الامن الفردي مفقود، ولذلك مجلس الامن القومي الاسرائيلي وما قدمه يعني هذا المجلس قدم نظريه جديده يقول نحن ليس لدينا نظريه امن حتى الان، بمعنى هم مش عارفين يحددوا طبيعه التهديدات في هذه المرحله تواجه الدوله العربيه، لذلك نقول بشكل واضح هذه الدوله ضعيفه جدا اكثر مما يتوقع العرب واخواننا الذين يرهنون عليها، ونقول ايضا بالنسبة لنا كفلسطينيين نشعر كل هذا الموضوع دور إسرائيل اليوم هو العمل على زيادة التوتر في المنطقة، وهذا التوتر والحرب في منطقة الخليج هي تخدم دولة الاحتلال، وهذه الزيارة الجاية في هذا السياق حتى لا تستطيع أصلا بشكل واضح نقول أنه دولة الاحتلال لا تستطيع أن تقدم الإمارات في هذه الحرب ولا شيء قطعيا إلا الدعاية والسوء، يعني بمعنى ما يستقطبه هذا الرئيس وفي صراعاته الداخلية
وهو بسيط، يعني رجل لا يقدم شيء بالسياسه، صحيح بنت زار ونبيت زار وايضا وزراء اخرين زادوا، وكمان يعني بتاع جيش الاحتلال اللي هو قائد جيش الاحتلال زار الامارات، وبالتالي ليست زياره مفاجاه بالنسبه لنا. نقول نحن في هذه المرحله بالتحديد اولا كفلسطينيين انه هذه الزياره لا تخدم لا القضيه الفلسطينيه ولا قضيه امتنا، وبالعكس هذا تزيد الوهن العربي وهنا اكثر، وبالتالي حاله ضعفت اكثر، ولذلك دولة الاحتلال تبحث عن مصالحها، ونحن أيضا كعرب مفترض نبحث عن مصالحنا. ممتاز. مصلحتنا العربية اليوم أن تنتهي هذه الحرب في المنطقة، لأنه ليست لمصلحة أحد تستمر هذه الحرب. هذا سنستثمره في النقاش. وافقت على كثير من النقاط سيد وليد محمد علي طرحها المصري. تمام. هل اكتفيت أم تريد أن تعاقب؟ أنا أوافق على هذه النقاط التي طرحها الدكتور محمد المصري، لكن أضيف شغلة بسيطة. أن الذي يتخبط الآن في المنطقة هو المشروع الغربي الاستعماري. هو الذي يتخبط، لأنه كان سابقا احتلاله للمنطقة أو سيطرته على المنطقة مستقرة تقريبا منذ الحرب العالمية، اختلت في فترة عبد الناصر، تمكنوا من إسقاط عبد الناصر فاستقرت له الأمور. الآن المقاومة، محمر المقاومة أسقط هذا الاستقرار. طيب. فهم الذين بحال التخبط. أما بالنسبة للدول التي أسست في إطار هذا المشروع فهي لا تتخبط، هي تابع ولا يكون لها موقف، هي موقفها ليس ذاتيا، هي موقفها تابع مما يخطط لها. ولكننا كما أشرنا في لحظة ربما حساسة تغيير موازين قوى، لا أحد يتراجع عن موقعه الذي حازه بشكل تلقائي، وإنما ربما نصل لمرحلة صدام. لكن ماذا عن الموقع الفلسطيني هنا؟ تمام. إن كان داخل البيت الفلسطيني أو ما يمتلكون من أدوات في ظل هذه المتغيرات. سنناقش هذه النقطة وإياك سيد وليد محمد علي وسيد محمد المصري وسيد وسام أبو شمالة ومشاهدينا، لكننا سنقف مع فاصل ومن ثم نواصل المسائية. تفضلوا رجاء بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين. أفاد مرافقو هرتزوغ بأنه أثناء تحليق طائرته في الأجواء السعودية قال الطيار نحن نصنع التاريخ، فدخل هرتزوغ قمرة القيادة وقال إنها حقا لحظة مؤثرة للغاية. معلق الشؤون السياسية في القناة 13 الإسرائيلية تيفي يحزقيلي قال إن زيارة هرتزوغ للإمارات تشكل دعما لأبو ظبي، وأن الإمارات تريد من إسرائيل تحالفا دفاعيا يحميها من الصواريخ اليمنية. الصفحة الرسمية للاحتلال في تويتر اعتبرت أن الزيارة تساهم في تعزيز العلاقات، وهرتزوغ كان سعيدا بما لقيه من استقبال إماراتي حميم. صحيفة معارف قالت إن الإماراتيين يرغبون في الحصول على أكثر من الدعم المعنوي في ظل تخلي واشنطن عنهم خلال مفاوضات فيينا مع طهران وتنازلها عن الكثير من شروطها. بينما لفتت صحيفة إسرائيل هيوم إلى أنه سيتم خلال زيارة هرتزوغ نقل رسائل إلى الولايات المتحدة بهدف التأثير على محادثات فيينا. أما تايمز أوف إسرائيل فذكرت أن هرتزوغ سيفتتح ما يسمى باليوم الوطني لإسرائيل في إكسبو دبي في ظل تهديد الصواريخ اليمنية. إذن تأتي زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات على وقع تصاعد اعتداءات الجيش والمستوطنين ضد الفلسطينيين، وفي ظل استمرار الخلافات والانقسام في الساحة الفلسطينية، انقسام وصل حد إعلان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقاطعة جلسة المجلس المركزي، فيما فصائل فلسطينية أخرى تقول إنها لم تتخذ بعد قرارا بشأن المشاركة في الجلسة. مشهد وصول الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ إلى الإمارات على قتامته ورسائله الخطيرة لم يكن ليرسم لوحة متوترة ومقلقة. لو كانت الساحة الفلسطينية موحدة القوى والأهداف والتطلعات، ففي مقابل تعميق عملية التطبيع والتتبيع التي تواصلها القيادة الإماراتية بكل ارتداداتها السلبية على القضية الفلسطينية، يزداد الشرخ بين الفلسطينيين أنفسهم وتتفاقم الخلافات. انقسام وصل إلى حد إعلان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقاطعة اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المرتقب الشهر المقبل، فيما أعلنت فصائل فلسطينية أخرى إنها لم تتخذ بعد قرارا بشأن المشاركة من عدمها.
غياب التوافق الوطني الفلسطيني المستمر منذ سنوات بات يمثل خطرا جديا، ولا سيما مع فشل مبادرات الحوار الوطني الكثيرة وعدم ترجمة بعض التوافقات وغياب إرادة فعلية للتصالح والتقارب. آخر هذه المبادرات تمثل في التحرك الجزائري الذي لن يتبلور اتفاقا أو مبادرة نهائية ما لم يتيقن الجزائريون من جدية الأطراف الفلسطينية واستعدادها للالتزام بما يتفق عليه، تطور يلقي بظلال من الشك على مشروع المصالحة ويطرح علامات استفهام عديدة على الأطراف المعنية بتمكين الجهود في مواجهة الاحتلال والعدوان والاستيطان. في الأثناء يواصل الإسرائيليون هجومهم التطبيعي في المنطقة بالتوازي مع قمع التحركات الشعبية والسياسية في فلسطين وتوسع اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين وهجماتهم على الأرض وهدم البيوت ومصادرة الأراضي. فهل هذا الخطر المتعدد الجوانب الزاحف بكل أدواته السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية لا يقنع الفلسطينيين بمصيرية تقريب وجهات النظر وردم الفجوات وتجاوز المصالح والارتباطات الذاتية؟ ولا بد للليل أن ينجلي. أوليس بناء الوحدة الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني المشترك هو الممر الذي لا مفر منه لمواجهة متكافئة مع مشروع الاحتلال وشركائه العرب والغربيين؟ ومن دونهما تفرغ منظمة التحرير الفلسطينية من محتواها؟ بما ختم فيه التقرير من خلاصة هي مهمة مباشرة لنحيلها لضيوفنا في زاوية الخاصة بالجانب الفلسطيني أو القضية الفلسطينية. مرحبا من جديد بضيوفنا السيد وليد محمد علي معنا هنا في الاستوديو، السيد محمد المصري من رام الله، السيد وسام أبو شمالة من غزة، وإياك أبو شمالة أستأنف النقاش في عملية إذن تطبيع ولقاءات على مستوى بعض الدول العربية في حين نرى ضعفا ووهنا بالموقف الفلسطيني في إصرار على عقد المجلس المركزي بعيدا عن أنه كان يمكن أن تكون الأولوية للتحرك الذي يجري في الجزائر. كيف يستوي أن يكون هناك مواقف ضد التطبيع وتمسك بالقضية الفلسطينية بينما الموقف الفلسطيني الداخلي بهذا الشكل؟ أنا لا أستطيع أن أقول أن هناك ضعف في الموقف الفلسطيني، بالعكس الموقف الفلسطيني على كل الأصعدة خاصة على صعيد مشروع المقاومة على صعيد الرأي العام الفلسطيني موقف قوي جدا يتعلق بالتمسك بمقاومة الاحتلال بكافة السبل. هناك للأسف الشديد فريق محدود موجود في رام الله، الإخوة الأخ رئيس السلطة أبو مازن وبعض الأشخاص القريبين منه يحاولون حرف البوصلة الفلسطينية الواقع الطبيعي الذي يجب أن تعيش القضية الفلسطينية الذي يتعلق باستمرارية مقاومة الاحتلال. هناك محاولة يعني متمترسة من السيد أبو مازن لحرف هذه البوصلة رغم أنه المسار واضح، مسار الشعبي الفلسطيني الوطني اليوم كل الفصائل الفلسطينية باستثناء لا أستطيع أقول باستثناء فتح، يعني يوم فتح في تيار البرغوثي في تيارات أخرى منفصلة وحتى الموجودين في اللجنة المركزية. ما الذي يمنع المشاركة في المجلس المركزي لتفويت الفرصة على ما يتم التخوف منه؟ كان على مستوى حركة حماس أو الجبهة الشعبية مثلا فيما أعلن من المقاطعات، وأساسا حركة الجهاد يعني ليست ضمن منظمة تحرير فلسطينية لكن يفترض أن تكون من ضمن المدعوين إذا كنا نتحدث عن ضرورة الوصول لاستراتيجية وطنية نضالية موحدة. ما الذي يمنع أن يكون هناك حضور في أي عنوان للاجتماع وتفويت الفرصة على ذلك أو إبراز فعلا ما تفضل بطرحه بجملة لطفا؟ على أي قاعدة المشاركة؟ على قاعدة ماذا؟ على قاعدة برنامج سيد أبو مازن اللي أثبت فشله، برنامج أوسلو، برنامج الذي الانسداد السياسي، البرنامج اللي على الأرض وطن الاستيطان والتهويد وقضم الأراضي وأوصلنا لما يسمى بصفقة القرن والضم، على أي قاعدة؟ المشكلة ليست انعقاد مجلس مركزي، المشكلة فيها أن استراتيجية وطنية الكل الآن أصبح يعرف معالمها الأساسية في الصراع مع العدو. هناك هذا هو المسار اللي اتفق عليه بالمناسبة لقاء الأمناء العامين
في بيروت قبل نحو عام تقريبا او اكثر قليلا. اسمح لنا سيد ابو شمعان، انا نسال السيد المصري عن هذه النقطه حتى يعني يكون في حيويه وسرعه اكثر فيما بقي من الوقت، لانه هذا الجانب مهم جدا ايضا بالنقاش، وانتم تشكلون مروحه مهمه يمكن ان تقربونا من وجهات النظر ضيوفنا الاعزاء. سيد المصري، يعني نفتالي بنت، لا يعني الحكومه هذه الاسرائيليه لا تريد ان تلتقي بالقاده الفلسطينيين ولا تريد العوده الى المسار السياسي، والجزائر تقدم منصه ليجتمع الجميع فيما نرى استداره باتجاه المجلس المركزي رغم المواقف من يعني قوى بارزه في الساحه الفلسطينيه التي تقاطع او لديها تحفظات، كيف يفسر ذلك؟ لماذا يبدو هناك وهن بالموقف الفلسطيني وعدم قدره على التلاحم؟ خليني اوضح شيء بالبدايه، بانه منظمه التحرير الفلسطينيه ما زالت هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. والمنظمه ما زال اكبر فصيل يقودها حركه فتح. يعني شئنا ما بين هذا رؤيتنا للسياسي وهذا ما نتابعه حتى يوميا بالميدان. وكان هناك وفد رفيع المستوى من حركه فتح ادار حوارات في دمشق وفي بيروت، ومعلوماتي كانت اللقاءات جيده جدا. على مستوى الحزب البعث في دمشق، وعلى مستوى القياده السوريه بلمتها الامنيه والسياسيه، وايضا التقى بكافه الفصائل، والتقى ايضا حتى بالاخ زياد النخالي وكان موقفه ايجابي. والاخوه في جبهه الديمقراطي قالوا بشكل واضح انه ليس هناك في ثقافتنا المقاطعه، وبالتالي هناك دعوه للمجلس المركزي يوم 6 الشهر، تم تاجيل اجتماع الصباح من الساعه 10 للساعه الثالثة مساء، وسيكون هناك تقريبا اربع لكن كلمات. لكن سيد المصري يعني بس اوضح لك تفضل مجمل جدا، انا حوصل لك للفكره اللي بدي اياها ترامب. وبالتالي المجلس المركزي سيكون هو يتخذ قرارات، سيؤكد على قرارات المجلس المركزي السابقه بشكل واضح، وايضا يوضع اليات لتنفيذ هذه القرارات الموجوده، وسيتمسك بقرارات الثوابت الفلسطينيه بمجملها. وبالتالي اي اخوه من جماعتنا بده يكون مشارك فيها، هذا الاجتماع سيعزز الموقف. طيب ما الذي منع تنفيذ نفس يعني التوصيات اللي خرجت عن المجلس المركزي سابقا وحتى تم التراجع منها من السلطه الفلسطينيه، والاهم من كل ذلك يعني تفضل بس فكرتي، وجود الفصائل الفلسطينيه سيعطي حيويه، وبالتالي ما زال الباب مفتوح والحوار مفتوح. بالنسبه لرفاقي بالجبهه الشعبيه ومقاطعتهم والاعلان تاع اليوم، يعني ليس اول مره الجبهه الشعبيه تقاطع اجتماعات المجلس المركزي، لكن بقيه الفصائل كلها ستشارك. وانا اعتقد انه اتمنى انه هذه الفتره الزمنيه الباقي امامنا ان يوصل نقاط مشتركه. المهم اخت رانيا، وهذا مهم جدا طرحتي انت، نحن على باب الذهاب للجزائر، وذهابنا للجزائر يجب ان نعطي فرصه للشقيق الجزائر ان ترمم الوضع الفلسطيني الداخلي، وان كنت غير متفائلا لاسباب كثيره ما اراه في التباعد بالمواقف وبالثلاث تراشق الاعلامي الموجود. نحن امام محطه فاصله، الذهاب نحو مجلس مركزي قد يرمم شيئا ما من الموقف الفلسطيني. هذه القد يا سيد المصري والربما ستخرب، ربما اللغه العربيه يعني مطمطه. طيب اسمح لي بس، اذا على دعوي كانت من زمان تحررت فلسطين. طيب سيد المصري طيب في وجهه نظر بالنسبه للفصائل الاخرى، بانه واسمح لي هنا انتقل للسيد محمد وليد محمد علي، بأنه في شروط يعني وكأنه تعالوا إلى المجلس المركزي بناء على الاستمرار بالتمسك بخيار، أنه اللي بده يأتي إلى المجلس المركزي يعني اللجنة الرباعية وكل الذي خرج منها ومسار المواثيق الدولية والأعراف والقوانين والاتفاقيات التي خرجت منها إسرائيل، وكأنه يوافق عليها، وبالتالي هناك تحفظ من هذه الفصائل. أين نقطة الضعف هنا في توحيد الخيارات على الساحة الفلسطينية في مثل هكذا لحظة نعيشها، في تخلي يعني على مستوى حضور رسمي عربي يعني واسع؟ أنا بتفق مع اللي قاله الأخ أبو الشمال، إنه الفلسطينيين في مرحلة فيها قوة. فلسطين الآن تمنع العدو من كثير من الأجندات. فلسطين الآن فيها مناطق محررة وفيها سلاح. فلسطين الآن شعبها في المناطق اللي احتلت منذ عام 48 انتفض في وجه الأسرلي وقال لهم نحن فلسطينيين، وحرر اليد 4 أيام من رجس الاحتلال. لا زالت القدس تقاوم بلحمها الحي، نعم، لكنها تقاوم. أنا بدي أقول أنه الآن لما لو في فعلا صدق نوايا عند الجميع، وصلنا إلى مرحلة واضحة فيها الأمور. رئيس وزراء العدو اللي هو القائد الفعلي هرسك ديكور لا أكثر ولا أقل، يا
يقول لا دولة فلسطينية ولن أجتمع بالقيادة الفلسطينية. أنا أوافق مع الدكتور محمود أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، لكنه ألا يرى معي أنها بحاجة لإعادة بناء لتصبح جبهة وطنية تقود مرحلة التحرر؟ هذا أمر أصبح أعتقد أنه الجميع متفق عليه. لو كان في نوايا صادقة، لماذا لم يؤجل اجتماع المجلس المركزي لبعد اللقاء في الجزائر؟ لقاء في الجزائر تسوى به الخلافات ويتفق على برنامج عمل يطرح أمام المجلس المركزي. برأيك لماذا؟ يكون مدخلا للدعوة لمجلس وطني فلسطيني، لانتخابات لمجلس وطني فلسطيني، ويفصل مهام السلطة عن مهام المنظمة. السلطة هي تقوم لإدارة شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، هي ليس لها ولاية على فلسطيني الخارج، وليس لها علاقة بفلسطيني 48، بينما منظمة التحرير معنية بكل هذا الملفات. لماذا؟ لأنه للأسف الشديد اتفاقية أوسلو وضعت جزء كبير من حركة فتح في فم الغول، هم لا يستطيعوا الآن أن يناوروا كثيرا. طيب. حدود المناورة عندهم جدا ضيقة، لكن كان بسهولة ويستقوا بموقف الفصائل، يستقوا باللقاء في الجزائر. إذن لو فعلا هناك توجه جدي، أنا أدعو لإيقاف دعوة الحالية بموعدها الحالي، إعطاء الجهد الأكبر للقاء في الجزائر. الاتفاق في الجزائر ليس فقط بين الفصائل، بل بين قوى المجتمع المدني التي باتت كمجموعات داخل فلسطين التاريخية، لها قوة، لها حضور، لها أثرها في الصراع. في معي ثلاث دقائق سأقسمها مساواة بينك سيد أبو شمالة وسيد المصري. ما زال هناك فرصة لقاءات الجزائر ليكون هناك نقطة التقاء يبنى عليها؟ إذا بنحكي أمال وكذا ممكن نقول في فرصة، لكن نحكي بشكل واقعي. السيد أبو مازن عندما يزور وزير الدفاع الصهيوني، وزير الحرب الصهيوني بني غانتس في بيته، ويجلس جلسة عائلية ويهدي زوجته مجوهرات، هذا ليس يعني لا أعتقد أنه بهذه البيئة السلطة مهيئة أنها تكون ضمن مسار وطني يسمح بالتغلب على هذا الاحتلال وتحقيق إنجازات ونصر وغيره. إحنا ما بنحكي شعارات. أنا أعتقد اليوم الشعب الفلسطيني في بيعرف وين المشكلة. مصطلح الانقسام هذا زمان إحنا بطلناه في الرأي العام الفلسطيني، لأنه ما في انقسام. اليوم حركة حماس، الجهاد الإسلامي، الشعبية، الديمقراطية، في فصائل الوازنة في منظمة التحرير. طيب. وحتى في حركة فتح اليوم في إقصاء لتيار البرغوثي، لتيار جبريل الرجوم، حتى لشخصيات وازنة. طيب. وتفصيل المنظمة للسيد أبو مازن والسيد حسين الشيخ والسيد ماجد فرج، صارت فلسطين كلها مختزلة في شخصين ثلاثة. بدي أخذ تعليق سيد المصري عما سألتك، لأنه بقيان دقيقة ونصف، وأثار يعني أثارت عندك ربما يعني إيماءة بشكل أو بآخر سيد المصري عندما تحدث سيد أبو شمالة عن لقاء الرئيس أبو مازن بغانتس، وموضوع يمكن لا أدري ما أثار حفيظتك، موضوع المجوهرات أو موضوع اللقاء اللي ذكره أبو شمالة؟ لا المجوهرات ولا اللقاء، هذا الشأن أخونا يعني كلمه اللي بده إياه وأنا بحترم رأيه، بس بدي أقول يعني وأرجو أن أفهم صحيح. نعم. معلومات الدقيقة بأنه الأمريكان والإسرائيليين ضد انعقاد المجلس المركزي وضد انعقاد مؤتمر حركة فتح بشكل واضح، وطلبوها في الجلسات، وفي إصرار من حركة فتح على اجتماع المجلس المركزي حتى يتخذ القرارات المناسبة للشعب الفلسطيني بحضور كل الفلسطيني. وأنا بعتقد أنه ما زالت حركة فتح تقاتل في الميدان. أنا يعني مش بدافع عن فتح، فتح موجودة بدافع عن نفسها. نعم. المعركة أخي محمد علي، أنا بحترم رأيك وهذا صحيح كلامك أنه ما زلنا موجودين وأقوياء والمقاومة والفصائل موجودة، ولكن معركة الفلسطينيين ضد الاحتلال في الضفة الفلسطينية والقدس وليس في قطاع غزة. المعركة الفلسطينية ولذلك أقول من يقاتل في الميدان الكل الفلسطيني وعلى رأسهم حركة فتح. أكيد. أأمل أن ننصف حركتنا الوطنية. نعم. شكرا. حركة ما زالت تمسك في
المواجهة ضد الاحتلال. نعم. أما زيارة الرئيس وزيارته وزارة النا وغنى طيب. يعني أنا مش بدك هذه التفاصيل. نعم. لا أعتقد أنه هذا مش نعم. هو أنا أقصد المقاومة بكافة أشكالها في حيفا واللد والقدس وبيتا ونابلس والمقاومة المسلحة في غزة. هناك أصبحت للأسف يعني داخل موضوع حرب طيب. فتح توجهات مختلفة وعديدة لا نستطيع أن نختزلها فقط في مشروع السيد أبو مازن أثبت فشله والدلل المصيبي المصيبة الكبيرة في وسط طيب. الوقت انتهى ويا ريت يكون هناك فعلا اجتماع. الأخ أبو مازن ما زال رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس السلطة ورئيس دولة فلسطين. يا ريت شخص صار أو ما صارش احنا بنحكي سياسة طيب. لا هو في عمق السياسة موضوع لقاء جانتس يعني طالما طرح في المجلس المركزي إيقاف التنسيق الأمني الجلسات الاجتماع السابق نعم نعم طيب الوقت انتهى بالكامل. سيد محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية ضيفنا من رام الله شكرا جزيلا لك. سيد وسام أبو شمال الكاتب والمحلل السياسي من قطاع غزة المحاصر شكرا جزيلا لك. سيد محمد وليد علي منسق شبكة قادرون مع ضيفنا هنا في الاستديو شكرا جزيلا لك. يا ريت يصير في اجتماع بين كل الطيف الفلسطيني ويكون في مكاشفة كما هذا اللقاء ربما يا ريت يعني المعركة الحقيقية في غزة وفي الضفة وبالقدس و48 كلها مع بعضها وفي الحاجات الفلسطينية كلها الجبهة الفلسطينية جبهة انتوا قاتلوا نحن معكم شكرا جزيلا لكل ضيوفنا العمل الفلسطيني نعم. مصار المقاومة الفلسطينية المشروع الفلسطيني في تقدم شكرا مستمر. جزيلا لكل ضيوفنا لمشاهدين المسائية انتهت دائما للمزيد الميادين.net إلى اللقاء